تعرفي انك تتخيلي ان انتي مش اب مناسب لاطفال بتموت وما قدرتش اعمل لها حاجه؟ بالكلمات دي بدا احمد ماساته وهو بيحكي ازاي طلع شهاده ميلاد لبناته التوام، وبعدها بايام طلع شهاده وفاتهم، والسبب الاهمال الطبي في المستشفيات الحكوميه. عدى اول اسبوع في التامن وحصل مشكله المويه دي، واحنا قاعدين فجاه كده بتقول لي انا حاسه ان انا نازل عليها حاجه. طلعت اول حمل المستشفى، رحتها طلعت على الحضانات جري فوق مستشفى الحمل العام، الدكتور اللي فوق صحيته من النوم، كان نايم في اوضته مشكورا يعني، صحيته من النوم، يا دكتور حضرتك انا مراتي بتموت ومحتاج حضانات ضروري، انا عندي بنتين توام هيتولدوا ومحتاج حضانات. لا حضرتك ما عندناش حضانات. رحت مستشفى الجاري الولاده، قالوا لي لحضرتك مفيش مكان. مفيش مكان ليه حضرتك؟ الدكاتره عاملين ادراك. لفيت على المستشفيات كتير، كل ده اللي هو من الساعه 11 بنص بالليل لحد تاني يوم الساعه 2 الظهر انا بلف بيها. اخر ما زهقت ولفيت على المستشفيات كلها، كانت المستشفى اللي دخلتها اللي هي مستشفى المنيره دي كانت رقم 9. دخلت اوضه العمليات ولدت، انا نزلت وهي داخله اوضه العمليات، قالوا لي احنا عايزين العلاج بتاع اوضه العمليات، الشاش والقطن انا اللي جايبه. المستشفى ما ادتنيش حاجه، المستشفى ادتني ولاد ميتين. قلبي زي ما يكون كان مقبوض على طول كده، ومش عارفه يعني احساس كده يعني ان انا مش هشوفهم تاني. بعد ولادتهم باسبوع اللي هو يوم 29، يوم 29 ده رحت لهم اتصلوا بيا، تعالى لنا ضروري في حضرتك حاجه، خدت بعض وجريت عليهم. حضرتك احنا عايزين صفائح دم من البنت، اصل الطفله جالها ميكروب في الدم ونزيف في المخ. ده منظر الطفله، ده كعب الرجل اكتر من 25 او 30 ابره اتشكت فيه. ده منظر البشره والجلد، دي ايد منفوخه. المواد اللي كانوا بيدوها لها بيدوها لها تحت الجلد مش في الشرايين، ما بيدوهاش علاج، ده بيدوها حاجه تموتها. ايديها منفوخه من نفخه ايديها والورم اللي فيه والالتهاب الشديد، صوابعها عامله كده حتى وهي ميته مش مفروده، يعني صوابعها على طريقه واحد بينازع. هم واخدين الاطفال دي عشان عشان يعذبوهم ولا عشان ايه يعني؟ وعينيهم من كتر العياط باين كانوا بيعيطوا كتير، عينيهم كان ورمه قوي. والله لو صورت لكم الطفله الثانيه كنت، بس ما قدرتش. الطفله الثانيه لو كنت صورتها بجد منظرها يحزن اكتر من دي. الصور دي لوحدها كفيلة إنها تخلي الدموع ما تنشفش في عيون أهلهم، فما بالك برحلة العذاب اللي عاشوها، وكل اللي عايزينه إن حق بناتهم ما يضيعش. أنا بطالب بحق ولادي، يعني تعذبوا أطفال زي كده لسه ما يعرفوش حاجة وتعذبوا، ما يعرفوش يقولوا آه، ما يعرفوش يقولوا إيه اللي جوانا، وهما يعملوا فيهم كده حرام. حتى ما كانش معايا فلوس إن أنا أنقلهم حضانة خاصة، سألت على الحضانات الخاصة ب 2000 و 3000 وب 1000، هوديهم فين؟ من ساعة ما طلعت من الخدمة، ساعة ما خدت الورق ده 2011، المفروض إن أنا سواق والحكومة عارفة، واخد رخصة وبركب عربية وبسافر وأروح وأجي بيها، مرضيش يدوها لي. لو مديناها لي وشغال في شركة كان زمان عرفت عليك عيالي. ريماس وريتاج كانوا ما يعرفوش أي حاجة في الدنيا غير إنهم بيتعذبوا بسبب غياب الضمير، وهم دلوقتي راحوا لأرحم الراحمين اللي أكيد هياخد حقهم في الآخرة. بس يا ترى ممكن المخطئ يعاقب في الدنيا؟ نيفين سليم، 90 دقيقة، قناة المحور.